دي مصر يا مصطفى يا بجري، دي مصر اللي انقذها السيسي، مصر اللي مؤسسه مودز العالميه بتقول عنها ان بيع اصول مصر، ان لما الحكومه تبيع الاصول اصول الدوله الفلوس اللي هتيجي هتتشفط في ازمه الدولار ومش هتعمل حاجه للمواطن. اهو استمرار تراجع النقد الاجنبي لمصر قد يلتهم عوائد بيع الاصول. مين اللي قال كده؟ مودز للتصنيف الائتماني. طيب شايف مصر وصلت لفين؟ ازيدك من الشعر بيت، خبراء اقتصاديين قالوا قبل كده وبيكرروا تاني ان بيع الاصول حتى لو مصر نجحت فيه مش هيكفي ديون مصر ولا فوائد القروض. اهو المخاطر الاقتصادية بمصر تتزايد وخطة بيع اصول الدولة غير كافية. مين قال؟ بلومبرج عن خبراء في سيتي جروب. اقول لك ايه تاني؟ ده كفاية عشان يوريكم ان اعداء مصر اللي عايزينها تبقى زي سوريا والعراق نجحوا ولا لا. عرفتوا مين اعداء مصر ولا لسه؟ الحقيقة الواضحة للناس كلها ان مفيش اعداء لمصر غير المجرمين والخونة، مفيش عدو لمصر غير السيسي واللي معاه، هم الاعداء الحقيقيين، هم اللي غرقوا البلد وورطوها وخربوها. ولو في اعداء خارجيين فدول ما كانوش يقدروا يعملوا حاجة من غير الخونة اللي جوه. فلو عايزين نلحق مصر مفيش حل غير ان غراب البين ده يغور في 60 داهية ويحل من على صدر البلد. خلي بقى البوم اللي زي احمد موسى ومصطفى بكري والديه وغيرهم ينعقوا كل ساعة وكل دقيقة، ينعقوا زي ما هم عايزين او زي ما بيتقال لهم يقولوا للناس. بس خد بالك من حاجة، ده برضو مش هيحلك يا سيسي، ده بس ممكن يأخر الوقت ومش هيأخره كتير. الوقت خلاص انتهى، انتهى وهانت وقربت.